الانطلاقات الرائعة بانطلاقاتنا المستمرة. شوطنا 23 الذي انطلق الخاص بالحجايج القعدان ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين هنا ضية هذا الميدان التي نتابعها بالتحدي، نتابعها بالإثارة. نسير معكم مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وصدارة التحدي والباحثين عن الفوز وعن الناموس. نتابع الشامخ هنا على الصدارة أو هنا المنطلق سكر لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مندفعا بالمقدمة، بينما المركز الثاني ثاني مراكزنا والمنطلق بهذه التحدي الجميل هنا ويأتينا بانطلاقته هنا نشمي عبد الله بن الطير بن سهيل العامري، ومن الجانب الآخر يأتينا هنا تليد محمد بن سالمين بن مبارك العامري وشديد المحسن بن حمد بن محسن بن حمد الفلاحي، بينما خامس مراكزنا المنطلق غازي عبد الله بن راشد بن معدن لقتبي، والوصول على سادس المراكز من الشمامي مبارك بن عزيز بن سودان المحرمي قادم ايضا بهذا الاداء المميز، الوصول من موج عبد الله بن عجيل بن محمد والصوب لقتبي ياتينا سابعا، وعلى المركز الثامن المنطلق شاهين لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يأتينا هنا ثامنا، وعلى المركز التاسع القادم غزيلان محمد بن سعيد بن محمد بوضحة المري، وعلى المركز العاشر المنطلق نبه عامر بن حمد بن حوير بالمنصوري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى سكر المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط. سكر لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي من يقدم على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني غازي لعبد الله بن راشد بن معدن لقتبي من يقدم على المركز الثاني وثالث المراكز. تليد هنا القادم تليد لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري، ووصل نبه عامر بن حمد بن حوير بن منصوري رابعا، وعلى المركز الخامس موج عبد الله بن عجيل بن محمد بصوب لقتبي من ياتينا خامسا، وسادس المراكز والمتسلل ان هنا النشمي 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 لعبد الله بن الطير بن سهيل العامري من يقدم ابو حمد بهذا الانطلاق. غزيلان يأتينا على المركز السابع هنا لمحمد بن سعيد بن محمد بوضحة المري، وعلى المركز الثامن المركز الثامن شعار المجازف باع شاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وتاسع المراكز المنطلق هنا النشميمي مبارك بن عزيز بن سودان هنا أيضا المحرمي، ووصل على المركز العاشر وإلى التاسع إلى الثامن في هذه اللحظات الشامخة لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، ولكن أرى من الجانب الآخر الصيرمي صيرمي صيرمي المتسلل لفايز بن عبيد بن ملفي المزروعي. هذه هي النتيجة هنا للأسماء المنطلقة، ولكن نعود بعد الكيلومتر الأخير إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى سكر سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي المسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني القادم نبه عامر بن حمد بن حوير بن منصوري وشاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من ياتينا للانطلاق. الله وصل وهان الانتاج هنا البارودي البارودي لحمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري ايضا قادم قادم باول اذاعه ما شاء الله ما يبنى لطاري هنا في هذه اللحظات يتسلل الى ثاني المراكز، ولكن سكر سكر اهالي الغنى الخوانيق من يسيطرون على زمام الامور وعلى الصداره. سكر سكر سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي هنا بهذا الانطلاق سلالة سكر وانتاج محمية الهباب هنا ياتينا هنا سكر سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة لقتبي سلام للخوانيق سلام على هذا الاداء المميز الجميل ولحظة وصول هنا سكر الى خط النهاية معلن الفوز وناموس
بينما المركز الثاني أتانا البارودي هنا لحمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري. وعلى المركز الثالث وصل هنا بالانطلاق والتحدي عالي عابر بن خلفان الهاملي من أتانا بهذا الانطلاق، بينما المركز الرابع غزلان محمد بن سعيد محمد بن وضحى المري. وعلى المركز الخامس هناك تليد لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. نعود مع التوقيت الزمني وسكر لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوه لقتبي هنا من اتانا بهذا الانطلاق بتسع دقائق تسع ثواني وجزء واحد من الثانية توقيت زمني. تهانينا وناموسي على هذا الفوز المميز الجميل، بينما المركز الثاني أتانا بالانطلاق وبتحدي الجميل هنا البارودي من انطلق بالانطلاق والتحدي بثلاث دقائق تعجر ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس الحمدان بن حمد بن عبد الله بطير العامري، بينما ثالث مراكزنا وصل مشاهدينا الكرام ان هنا بالانطلاق والتحدي النشمي هنا من اتانا بالانطلاق عبد الله بن الطير بسهيل العامري بثمان ست دقائق 12 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل.